حبيبي يا مسافر تعال ارجع لي باكر. صدق تذكرت اليوم اللعبة مال ريال واللعبة راديها تشيبيس ورادي الحب، خلي اروح اشتريهم قبل لا تبدي. يا الله هذا الحب وهذا التشيبيس، بعد ناقصنا شي ناقصنا شي ناقصنا شي ماكشي الشاي، وهسه اسوي؟ خلي اروح احضر اللعبة. يا الله ما شاء الله عليك اخويا، يمكن انت تحس بيه، انا قبل شوي اقول راتلها تشيبس، راتلها حلويات، الحمد لله شكرا انت جبت، انطيني شوية تشيبس. انطيك شو جعفوك يا جماعة سمعتي؟ هذول ثلاثة على مود اللعبة، لا تقوم انت تشحذي عندي، يلا ولي. هو ذا منك قول ما شايف، هو شوية تشيبس قبل ما اخذها منك، عابت الحلق وبلت. ما شاء الله ما صدق ارخص من الشحاذين اللي بالشارع تطلع لي فطوم، خليني اقوم اسوي شاي احسن شيء. ان شاء الله ان شاء الله بعمر. اي انا هسه اكمل شغله واجيك. انت شو وقت تخلص؟ اي هاي من الساعة العاد دي. يلا ماشي، شنو نقصاتكم؟ تمام تمام سجلهم من طريقي. هلا 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 ابو عمر هلا. اقولك بديتي فطوم، ما عدنا حاب شي ياخذوا وياي التعلوله. هلا جد الخبار بقته. اي بابا عدنا حب وعدنا تشيبس، هذان ما لحد ياخذهن. صدق ايه زين، اقدر اروح اليوم اتعلل وما عندي غرض، خلي اخذني العاد. هاي شنو وين تشوف السحب مالتي يا حيوان اكلهم؟ لا يا حيوان سويتني حيوان ولا كل؟ بابا بالعافيه والله عبالي عب عب فطوم والله عبالك فطوم. لا والله انت واحد ادب مسح نفسك. شو تعال اليوم عند ولدك تعال. والله يعطيك فطوم كلمني وراكي ابدع كتله.